إذا بالنسبة للكاباسيتيف بروكسيميتي سنسر نفس الشيء راح يكون في عندي ريزونانس سيركل لكن الآن الجزء اللي معرض برا من الريزونانس سيركل هو الكاباستر. هلا الغريب في هاي انه البليتس راح يكونوا متجاورات مش متقابلات. احنا عادة الكاباستر لما نفكر في الكاباستر بكون عندي بليت مقابلة لبليت، فاحنا كأنه مسكنا الكاباستر هذا للتو بليتس وفتحناهم بهاي الشكل، فصار عندي بليت موجودة هون وبليت موجودة هون، والآن راح يصير عندي الفيلد الالكتريك فيلد بين التو بليتس راح يصير كأنه هيك. وفي البداية راح تكون طبعا الكاباستنس هون المادة داي الكتريك هواء، فراح يكون عندي ابسلون ار بيساوي 1، وهذا الكاباستر راح يكون محطوط في دائرة فيها اندكتر داخلي. بنفس الطريقة راح يصير في عندي اوسيليشن هون، اوسيليشن على الريزونانت فريكونسي تبعت هاي الدائرة. لما ما يكون في اوبجكت موجود من هون راح يكون الداي الكتريك الكونستنت 1، فراح يكون في الريزونانس الاوسيليشنز الامبليتيود تبع الاوسيليشنز قليل. لما يجي عندي اوبجكت في هذا الفيلد من هون له ابسلون ار اكبر من 1 راح يبدا يتغير الماجنتيود تبع الاوسيليشنز، وفي عندنا دائره هون راح تعمل ديتكشن لهي الدائره، بعد راح تعطيني اوتبوت، راح يكون في كمان هون هيستريسيس بنفس الطريقه، وعندنا هون اوتبوت راح يطلع، ونفس الشيء الضوء اللي شفتوه موجود هناك. وهذا مثلا اللي معكم الجهاز اللي معكم اظن انه نورمالي كلوزد مش هيك؟ طلع بالله عليه محطوط عليه نورمالي كلوزد، واظن بي ام بي. تامر شوف لي عليه ايش مكتوب؟ ام بي ان. ام بي ان. اذا عندنا هون ام بي ان، يعني الاوتبوت راح يكون نورمالي كلوزد، يعني لما يكون عندي نورمالي ما فيش عندي اوبجكت من هون راح يكون هذا الكونتاكت شغال من هون، ولما يصير في عندي اوبجكت راح يفتح من الاوتبوت. هلا هون الماتيريالز مختلفه، ناخذ مثلا نطلع على بعض ماتيريالز مختلفه، نشوف الكاباستنس الريلاتيف بيرميبيليتي تبعتها. هذا ماخوذ مثلا من سيمنز مثال على بعض مواد، ومثلا عندي هون مادة كحول بيور الكحول زي السبيرتو مثلا 25.8، هذول ابسلون ار، ولو اخذت طبعا الهواء او الفاكيوم تكون 1، المي 80، ومثلا لو اخذت اشياء زي الورق 2.3، بتروليوم المواد البترولية 2.2. غريب جدا بالهاي لما نطلع، احنا عمرنا عادة بنعتقد انه الميتلز مش شيء مناسب طبعا كداي الكتريك، لكن ان فاكت الميتلز لها فيري هاي داي الكتريك، لها فيري هاي بيرمابيلتي ريلاتيف بيرمابيلتي. البيرميتيفيتي اسف. ولذلك هذا الجهاز بامكانه، رغم انه احنا الميتال ما بنستعمله، ليش ما بقدر استعمل ميتال كذا الكتريك في كاباستر؟ تمام، ايش بيصير؟ راح يمر تيار. عشان هيك ما نقدر نستخدم الميتال هون. ميتالز لازم يكون عازل، لازم يكون insulating رغم انه له الكتريك كونستانت عالي، فلذلك هون cannot be used لانه مش عازل، لانه ما بيعزل. بدنا ماده، نحط ماده هون يكون لها ابسلون ار عاليه، بس بنفترض تكون سيجما تبعتها زيرو او فيري لو، ولذلك المثل ما بينفع انه يكون في كاباستر، لكن ممكن انه يعمل ديتكشن في الحاله هاي، اعمل له ديتكشن، اذا بقدر اعمل ديتكشن للميتلز. وهي بتلاحظوا هون الاختلافات. هلا عندي نفس فكره اس ان،
إذا متذكرين فكرة SN، SN هو Sensing Range. يعني Sensing Range، إذا كان Sensing Range مثلاً SN بتساوي 10 مليمتر، هذا بنطبق على المي. لأن المي لها أعلى الأرقام اللي موجودة هون، ولو رسمت الكيرف تبع Sensing Range، لو أخذت هون 80، هي Epsilon R 80 وهون 1. هذا هون 100% من السنسينج رينج، وبصير كل ما انخفض الفاليو اللي موجود هون بصير عندي اصعب، بدي على رينج اقل. هلا معنا 10 ملم، يعني 10 ملم اذا السنسينج رينج 10 ملم، اذا عندي مي بقدر اعمل له ديتكشن على 10 ملم. اذا عندي شيء له مثلا دايركتريك كونستانت 20 زي 25، هذا رح يكون على 2.5 ملم رح اقدر اعمل له ديتكشن. هذا بعطيني الكيرف اللي موجود هون بالنسبه للسنسينج. وزي ما حكيت هناك، زي ما شفتوا بالفيديو قبل شوي، من ميزات الكاباسيتيف بروكسيميتي ديتكترز انه بقدر اعمل ديتكشن لاوبجكت داخل كونتينر. هذا هون هيك كاباسيتيف بروكسيميتي ديتكتر، عندي هون كونتينر بلاستيك كونتينر، بقدر اعمل ادجستمنت للكاباسيتيف بروكسيميتي ديتكتر بحيث انه لما يكون الكونتينر فاضي ما راح يتاثر بهذا البودي او العلبه تبعت الهاي، لكن لما يكون يتعبى هذا الكونتينر راح يقدر يعمل ديتكشن، راح يقدر يعمل ديتكشن انه المستوى اعلى من ليفل معين او اقل من ليفل معين. نذكر حالنا مره ثانيه، الديتكشن ايش بعطيني؟ البروكسيميتي ديتكشن از opposed تو رينج ديتكشن. لما نقول بروكسيميتي، ايش الفرق بين بروكسيميتي ورينج؟ تقريبا بروكسيميتي بعطيني اذا موجود او لا. تمام، بروكسيميتي بعطيني انه هل الاوبجكت موجود او لا، فالاوتبوت تبعه بوليان. الرينج ديتكشن راح يقول لي قديش بعيد، احنا هون كنا عمالين نشتغل في بروكسيميتي ديتكشن، بس بعطيني انه الليكويد ليفل تعدى هاي النقطة او ما تعدى هاي النقطة. بتشتغل انا تمام، بقديش تعداها ما بعرف. كل اللي بقدر اقوله هو بوليان، فولس او ترو، از ذا ليكويد ليفل او هذا اعلى من هاي النقطة او اوطى من هاي النقطة، هذا بس اللي بقدر اعطيني اياه. ما بعطيني قديش مستوى الليكويد، عشان اذا بدي اعمل هيك لازم اجيب رينج ديتكتر واحطه هون مثلا انه يقدر يعطيني قديش ارتفاع الليكويد في هاي الكونتينر.